مساء الخير ومرحبا بكافة متابعي ومتابعات برنامج بلا حرج وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة ريبات فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حرج. برنامج بلا حرج اليوم باش يكون مخصص في الجزء الأول متاعه لما يحدث في فلاز المنستير والكلام اللي تقال على فلاز المنستير، القرارات الأخيرة بإيقاف الأشغال لمدة شهر. باش يكون حاضر معنا في البلاتو السيد منذر مرزوق رئيس بلدية المنستير، السيد ماهر فرشي وعن تنسيق حماية الفلاز. باش نحكيو معاهم، هذوما الأطراف تقريبا المتداخلة في موضوع فلاز المنستير واللي كان عندها تأثير في الفترة الأخرى. كيف يشاركني في الحلقة سيسري البواب وهو ناشط عن المجتمع المدني وكان رئيس منتدى الجمعيات بالمنستير. نحكيو على موضوع الفلاز وتبعاته. كيف يلتحق بنا بعد دكتور مصطفى بكير يرافقنا في كامل الحلقة كالعادة. دونك هذا بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني باش يكون مخصص لأكتوال بصفة عامة، نحكيه على ما يستجد على الساحة الإعلامية، على الساحة السياسية وعلى الساحة الصحية مؤخرا، لأنه توا موضوع الكورونا هو موضوع حديث كافة التونسيين والتونسيات، موضوع حديث النخبة، موضوع حديث الناس البساط الطبقة البسيطة، موضوع حديث الكل والكل تقريبا لمخاطر أو لقدرة هذا الفيروس على الانتشار. عنده قدرة رهيبة جدا على الانتشار. احنا عنا 13 حالة أوفيسيال ديكلاري في تونس، ما نعرفوش اسكو 13 حالة هذوما قداش انفكتي وقداش كونتاكتي ومن عبد، قداش انفكتي ومن عبد، اسكو العباد الكل مشات عملت الحجر الصحي وامتثلت للتعليمات او للتوصيات نتاع وزاره الصحه ولا لا. معناها سمعنا كونه فما كا منهم مشى حذر في ماتش ترجي جمله واحده معناها في وسط ستاد، شوف قداش من لا قدر الله من بيرسون انفكتي اللي بجنبه. دونك احنا ان شاء الله ربي يقدر الخير على بلادنا، ما نتمناو كان كل خير، وان شاء الله هالافه هذه اللي جاتنا مؤخرا ان شاء الله النهايه نتاعها قريبه مع حلول فصل الربيع ان شاء الله تنتهي المرض هذا الفيروس هذا. نحكيو ايضا باش يكون معنا فنان جديد، فنان صغير اصيل المنستير صفوان بن عرفي، عمل اغنيه ضربت على موقع اليوتيوب، عملها بمناسبه وفاه امه الله يرحمها. دونك نحاولوا نسمعوا الاغنيه هذه بعد ما بعضنا ونستضيفوه معنا. كان عنده جديد يقول لنا، يحكي لنا على روحه شويه، صوته مزيان برشا، حلو برشا، سمعناها على اليوتيوب. وجزء الاكتواليتي نحكيو فيه طبعا عنا سونداج كالعادة من الوقت للوقت، نعملوا تحليل لصبر آراء موجود على صفحة اجتماعية كبيرة اللي هي صفحة مصلحة تونس فوق الجميع، شاركوا فيه أكثر من 12,000 تونسي وتونسية. نحكيوا على نتيجة هالسونداج صبر الآراء هذية ونحاولوا نحلوها مع بعضنا. كيف نحكيه على ما يدور أو ما يراج على الساحة السياسية والساحة الإعلامية من تجاذبات داخل مجلس نواب الشعب، من قيل وقال، من مشاكل بين الكتل البرلمانية، من قوانين أو مشاريع قوانين رفضت ما نعرفوش علاش رفضت، مشاريع قوانين تم تمريرها، استقالات بالجملة من كتلة قلب تونس، حزب قلب تونس 11 نائب استقالوا من قلب تونس وعلى رأسهم المليكي اللي نعرفه اللي هو خرج من بعد وقال كونهم استقالوا لأنه مش راضين على خط قلب تونس وعلاقته بالنهضة، لأنه سي المليكي هذين تفكروا اللي هو صاحب القولة الشهيرة بعد ما تم التصويت للغنوشي لرئاسة برلمان، قال ما فيش بيه نخلصوا 60 صحن مقرونة، نعطيهم 60 صحن مقرونة وحلفنا وكذبنا وطاح الكف على ذله. دونك هذايا معناها الحجة واهية اللي سمعناها بالنسبة للكتلة هذه أو للأعضاء اللي انشقوا من الكتلة هذه. نحكيو كيف على تبعات العملية الإرهابية والكلام اللي موجود على الساحة حاليا، اتهامات بالجملة لعديد الأطراف، وفما زاد ايضا مش حتى اتهامات، فما تصريحات في اعتقادي تورط لبعض الاطراف السياسيه، هاتوا نحكيو فيها بالديتاي. نحكيو مثلا على رئيس كتله داخل مجلس نواب الشعب اللي هو كان محامي لارهابي من الارهابيين، هذوما الزوز اللي فجروا ارواحهم في تونس في العمليه الارهابيه الاخيره قبل السفاره الامريكيه. هذا كل نحكيو فيه مع بعض. طبعا يرافقني الدكتور مصطفى بكير والتحق بنا توسي ماهر في الشيو عن تنسيقيه حمايه الفلاز. مرحبا بك ماهر. يعيشك، مرحبا يا عبد السلام، ومرحبا بالساده المستمعين الكل وبالضيوف اللي بحضنا. يعيشك به. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيه اليوم الى جانب الروبريك سبور اللي باش نختموا بها الورقه الرياضيه مع زميلنا محمد بالقاسم. دونك نخرجوا اول فاصل غنائي ثم نعود.